أحد رجال نظام مبارك كان يريد إقامة علاقة معي ورفضت، نعم أم لا؟ ما احنا ده جاوبنا ليه بقى يا راغدة يا حبيبتي؟ نعم أم لا؟ نعم. نحن قلنا السلطة قبل، هلا عم نحكي. نعم نعم. اتجرأتي وقلتي لا ازاي؟ أنا ست حرة. بس انتبهي، كان ممكن يحطك بدماغه وما كانت مرت مرور الكرام. طب وايش ضمنك انك برضه لو قلتي له اه انك ما تتضريش برضه؟ لا انا ابعد عن الشر واغني له. يعني العرض ده بيجي ازاي؟ يا ما بفهم، حكي في بكيف يا حبيبتي عليه. بيجوا طبعا، ليهم ناسهم اللي بيجوا ويتصلوا ويعملوا عروض ويعملوا اللقاء، يحددوا مواعيد والحاجات دهيات وكده. ورحت اللقاء شفتي؟ طبعا لازم تروحيه اصلا، ما عندك خيار يعني. لا لازم تروحيه وتشوفي العرض اللي معروض عليكي ده، تقولي اه ولا لا. فانا كنت بعتذر بشياكه وبلطف جدا، ده اللي خلاني مستمريه الحمد لله. ده اللي خلاني مستمريه، ان انا مش تبع حد معين. بس انت حدا يتقلي له معلي، خليني اتوقف عند هيدي النقطه، لانه لكل زمن مثل ما بيقولوا رجالته. يعني حتى لو عم نحكي عن زمن سابق، حتى بزماننا الحالي. أيوة. في، ولكن باشكال واشخاص وتيب تاني. ايوه طبعا. كيف بتقدر تقول ست لحدا صاحب سلطه وقوه لا من دون ما يحاربها؟ لا اصل هو اساسا مثل بيعرض عليك ارتباط، معناها انه هو معجب بيكي او بيحبك. يحاربك ازاي؟ يبقى حب ايه بقى كداب؟ قلتي له لا، وهو يعني ما هوش ربنا يعني. لا طبعا لا طبعا. يعني هو ربنا كان جنبي يعني، وكان مقوي قلبي. الا انه هي قلت لك فيها مخاطره كمان بين مزدوجين. هلا اذا عرض زواج منيحه، فانهم بيعرضوا غير زواج. لا لا ده طبعا، ده اساسا مش بيبقى ما بيتسمعلوش اساسا يعني. طبعا.